السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناة بروف صوت. فيديو دي منتدكنا إن شاء الله النهاردة زي ما احنا استكمال لدورة الباتش سكريبت. شرحنا المرة اللي فاتت ايه هي أوامر السي ام دي، كانت شوية أساسيات كده شرحناها اللي هي الأوامر اللي احنا هنستخدمها في السكريبتات. إن شاء الله هنشرح المتغيرات إن شاء الله النهاردة، هنشرح تعريفها، الإعلان عن المتغيرات، ايه هي المتغيرات، استخدام وطباعة المتغيرات، والمتغيرات العددية والإدخال والديفولت فاريبلز. خلينا كده نبتدي بحاجة بسيطة كده اللي هي تعريف المتغيرات. المتغيرات ليها كذا تعريف، ناخد كده أول تعريف ليها. هي اختصار لشيء معين في البرنامج. يعني مثلا أنت مثلا بتاخد مثلا رقم معين كده وبتعمل عليه حسابات معينة في البرنامج، يعني مثلا تزود منه ساعات، تنقص منه ساعات، مثلا عايز تحفظ البرنامج ده في حاجة. مثلا احنا عندنا رقم 1 2 3 4 لغاية 9 مثلا، عايزين مثلا نزود على الرقم ده حاجة، ننقص منه حاجة كده. انت مش مضطر ان انت تكتب الرقم ده كذا مرة في كذا عملية. يعني مثلا مثلا لو الرقم ده 9 خانات، مثلا الارقام الكبيرة مثلا اللي هي مثلا 11 او 14 خانة اللي هي الارقام الكبيرة دي، لو انت تشتغل في شركة ولا حاجة في شغلك، مش مضطر ان انت تكتب الارقام دي، لا، انت مجرد بس ان انت تسندها لمتغير وتستخدم المتغير ده في حتة تانية. يعني مثلا نقول num بتساوي num اختصار لنمبر بتساوي 1 2 3 4 5 لغاية 9. تستخدم النم ده، تستخدم المتغير ده ازاي؟ تكتب مثلا نم اللي اختصار لك الرقم ده زائد مثلا واحد بيطلع لك بيعوض بالقيمه بيشيل المتغير، يعوض البرنامج تلقائي بيشيل المتغير يعوض بقيمته زائد واحد يطلع لك الناتج على طول. ده كان اول تعريف. تاني تعريف، مثلا لو احنا مثلا بنقيس مثلا طول البيت، مثلا في بقى عندنا بيتين بنقيس طولهم مثلا، وبعد سنة هنرجع نقص طول البيتين دول، اللي هو مثلا لو في اصلاحات كده ومثلا وطلعوا بدورين ثلاثة كده، بعد سنة هنقيس طولهم تاني. مثلا احنا عندنا البيت الأول مثلا نقول مثلا نسند المتغير، مثلا نقول هاوس 1 أو اتش 1، مثلا اتش اختصار الهاوس، اتش 1 بتساوي مثلا لو قسنا طول البيت هتبقى مترين مثلا، والبيت التاني اتش 2 بتساوي مثلا قول 3 متر مثلا. كده انت عملت متغيرين، اسم واحد اسمه اتش 1 وبيساوي 3، وواحد تاني بيساوي 2 عفوا، واتش 2 بيساوي 3. البرنامج دلوقتي حجز متغيرين عنده، اعطى ليهم قيم. فمثلا لو انت عايز مثلا تزود، مثلا احنا مثلا بعد سنه كده رجعنا نقيس طولهم تاني، لقينا مثلا البيت الاولاني بقى 4 متر يعني زاد الضعف، والبيت التالت التاني مثلا فضل زي ما هو مثلا، احنا عايزين نغير قيمه البيت الاول. انت مش مطمئن كده، انت هيجي لك في دماغك ان انت تحذف المتغير الاولاني وتعوض بمكانه بمتغير تاني، لا، المتغير ممكن تخلي المتغير زي ما هو. كل اللي انت تعمله هتقول اتش 1 بتساوي اتش 1 زائد مثلا 2، او في مثلا 2 في 2 مثلا او زائد 2. هتقول لي ايه ده، ازاي، ايه اللي انت عملته ده؟ هقول لك ثانيه. لما البرنامج بيشوفك بتعمل متغير جديد، هو اصلا المضاف عنده بيشيل القيمه بتاعته ويحط القيمه الجديده اللي انت هتنسبها له. فكانك انت بتقول له اتش 1 الجديده بتسيبك من الجديده، بتقول له اتش 1 بتساوي 2 زائد 2، ان هو شال اللي هي الاتش 1 اللي هي في العمليه دي، شال الاتش 1 وحط مكانها القيمه بتاعتها. هتقول لي طب ليه هو ما عوضش في القيمه في اللي هو حتى اللي قبل اللي يساوي دي؟ اقول لك البرنامج ما عوضش في القيمه دي لان هو ده متغير، ان انت بتعلن عن متغير. فلو لقى زي ما انا قلت لك، لو لقى المتغير ده معلن عنه قبل كده، فمش هيضطر ان هو يشيله ويحط مكانه، ان هو عارف ان ده كده تعمل له ابديت. هل كده هو ده خلاص متغيرات؟ لا، ده تعريف عام للمتغيرات. دلوقتي هنيجي بقى نستخدم المتغيرات نفسها او نعلن عنها ازاي. تعلن عن متغيرات في لغه الباتش سكريبت او تسند متغير، هنيجي هنا مثلا احنا هنستخدم النوت باد، النوت باد بلس بلس، مش هنستخدم النوت باد طبعا، النوت باد بلس بلس احترافيه اكتر. هتلاقي الرابط بتاعها في الديسكربشن او في الفيديو في الوصف، تحملها وتثبتها عادي بطريقه عاديه. هتعمل ملف جديد هنا نيو، نعمل نيو، نزلتها كده، نعمل له سيف اس كده، هنا نيو 1 ماشي. هنكتب هنا دوت بات كده سيف. هنا احنا دلوقتي بنكتب سكريبت. بس احنا عايزين عشان تعلن عن متغير تكتب ست، دي الكلمه المحجوزه، دي كلمه انك انت كده بتقول للكمبيوتر ان انا هعمل كده متغير ست، مثلا اتش 1 بتساوي 2 مثلا، وست اتش 2 بتساوي 3. احنا عايزين مثلا كده هو عمل متغيرين، هل كده هو اتبعهم؟ طب ثانيه كده بنعمل كده سيف، نفتح سي ام دي، نشد كده الملف نحطه هنا وانتر، كده هو عمل متغيرين هنا اتش 1 واتش 2. بس انت تقول كده المنظر ده مش عاجبني، يعني انا مش عايز الاوامر بتاعتي تظهر هنا. كل ما عليك ان انت تيجي عند السكريبت بتاعك تكتب هنا في الاول
ننزل كده سطر، نيجي هنا العلامة اللي هي الاد دي اللي هي بتاعت مثلا ما ات ياهو ات فيسبوك كده، تكتب هنا ايكو اوف كده. انت لغيت الاوامر اللي هنا هتظهر لو احنا فتحنا السي ام دي كده. خلينا نحفظ برد بس سيف، نيجي هنا نيو نشدها انتر. زي ما انتم شايفين يا جماعه هو اعلن على متغير بس طبعا مش هيظهر، لان احنا ما اديناش امر ان هو يظهرها. طب احنا ازاي نظهرها؟ هنيجي هنا تحت نكتب ايكو ناخد مسطره. نيجي هنا عشان نقول له ان نفرق له بين القيمه سترنج، مثلا لو احنا قلنا له ايكو محمد هيطبع كلمه محمد. لو احنا كنترول اس كده سيفنا، زي ما انتم شايفين يا جماعه هو طبع كلمه محمد. انا عايزه يطبع رقم 2 الفاليو بتاعت المتغير. نيجي هنا كده نفرق له بينهم ازاي، ان هو هنعمل كده اللي هي العلامه اللي هي في الميه دي بين المتغير، علامتين في الميه بين المتغير كده كنترول اس يعني متسيفه، نشده تاني ايكو از اوف ايكو. لا مؤاخذه يا جماعه بس ده انا اتلخبطت، بس هي اتش 1 اتش 1 ايكو اتش 2، اتلخبط عليا الامر بس معلش يا جماعه. كنترول اس كده هنا نشد الملف تاني. زي ما انتم شايفين يا جماعه طبع الرقم 2 ورقم 3 اللي هي الفاليوز بتاعت الـ المتغيرات. هنيجي هنا هتقول لي طب انا نفسي انا عايز مثلا بعد سنه مثلا ارجع البرنامج واعدل عليها، هل ينفع اعدل عليها كده؟ هقول لك لا. ازاي ليه يا عم انت اعلنت على ايه؟ اعلنت عن القيم اهي. اقول لك هو بالنسبه له كده الحرف الاثنين ده كده حرف سترنج، حرف قيمه حرفيه. هتقول لي ايه ده، هو ما بيفرقش بين القيمه الحرفيه وبين القيمه العدديه؟ لا، لان انت ممكن تكون معلن عن الارقام كانها قيمه حرفيه. ازاي بقى تفرق بين البرنامج ان دي قيمه حرفيه وان دي قيمه عدديه؟ بقى وانت جاي تعلن عن متغير تكتب ايه اللي هي العلامه اللي هي في اخر الكيبورد دي اللي هي فوق الارقام، مش اللي هي فوق الانتر، العلامه اللي هي فوق الارقام اللي هي الشرطه المايله دي اللي هي العصايه المايله، تيجي هنا ايه كده. انت قلت بتقول للبرنامج ان انت كده اعلنت على متغيرين عدديين. هنيجي هنا مثلا نكتب مثلا عايزين نعمل متغير تاني ست ايه، طبعا متغير حرفي مثلا اتش 1 بتساوي اتش 1 بلس مثلا احنا زاد المنزل زاد مترين، ننزل تحت ست اتش 2 طبعا احنا بنعمل لما مؤاخذة يا جماعة نسيت الشرطة المالية اتش 2 بتساوي اتش 2 بلس بلس 1 مثلا لو هي البيت التاني زاد 1، نعمل هنا طبعا متغيرات كده احنا بنستخدم متغيرين. نيجي كده ما تنساش طبعا العلامتين اللي هما زي بعض دول اللي هو العلامة المئوية دي، ننزل تحت كده ايكو اتش 1 ايكو، لا طبعا تحت ايكو اتش 2. هتقول لي طب انا في حاجه ملخبطاني، هقول لك ايه، هتقول لي ايه طب هو هياخد هيعتمد على انهي قيمه، القيمه الاولانيه اللي هي الاثنين وثلاثه ولا القيمه الثانيه اللي هي اربعه واربعه برضو. الناس اللي غيرها نغير مثلا عشان ما نتلخبطش، مثلا نخليها نزود مثلا 3 اللي هي 4 و6، هيعتمد على القيمه. البرنامج بياخد الاوامر تسلسلي كده، يعني انت هو مثلا هو عمل هنا ابديت فبيعمل ابديت للقيمه بتاعته فبيخليها الجديده، بيشيل القديمه ويحط الجديده. فبس احنا لو عملنا كنترول اس كده هيبقى علينا ايه، هنشد كده نيو نعمل كده سي ال اس بس عشان ما يطلعش سي ال اس. طبعا هنخلي سي ال اس انها بتشيل كل الاوامر اللي في السي ام دي، نشده كده زي ما انتم شايفين يا جماعه طبعا علينا 4 و6. هنا كده خدنا خلصنا تعريف المتغيرات، الاعلان عن المتغيرات، استخدام المتغيرات، المتغير العددي. نيجي هنا بقى ليه احنا مثلا عايزين ايه؟ عايزين نعلن. طب ثانيه واحده كده بس يا جماعه اشوف بس في حاجه كده. رجعت لكم تاني يا جماعه في نوع جديد من انواع المتغيرات اسمه المتغير الادخالي. المتغير الادخالي ده ان انت بتاخد قيمه من المستخدم بعد ما تشغيل البرنامج وبتعمل عمليات على القيمه دي. مثلا لو احنا حذفنا دول كده نشيل ده كده مع مثلا لو احنا خدنا كده مثال على القيمه الادخاليه، مثلا نيجي هنا تكتب ست بي، الحرف البي ده معناه ان هو احنا كده هندخل قيمه ادخاليه من المستخدم. مثلا نكتب نبقى المتغير اسمه محمد
هنكتب هنا الكويتشن او السؤال اللي هو احنا اللي هنسأله في للمستخدم، عشان مثلا هنقول له insert your name مثلا. يعني هنيجي هنا تحت هنقول echo، هنطبع مثلا your name is المتغير بتاعنا اللي فيه القيمة اللي تخليه اللي هو دخلها المستخدم. بس نيجي هنا تحت نكتب ايكو نقطة، ايكو نقطة ده ان هو يعني سيب سطر، يعني اللي هو مثلا سيب سطر كده وانت يعني اطبع سطر جديد. هنشوف زي ما هنشوف دلوقتي. سيف، هنيجي هنا كده في سي ام دي نسحب كده الملف بتاعنا. زي ما تشوف يا جماعه هو طلب مننا دلوقتي قيمه ادخاليه. هنيجي هنا نكتب مثلا محمد، محمد عشان بس ما كتبناش بوز هنا فراحت على طول. نكتب هنا بوز، اقف شويه، سيف سي ام دي، نسحب كده انتر يور نيم. هنيجي هنا نكتب الاسم بتاعنا محمد، ولا بلاش محمد سيبها دلوقتي، مثلا نكتب مثلا اسم مصطفى، مثلا مصطفى يور نيم از مصطفى. زي ما انتم شايفين يا جماعه هو خد القيمه مننا المستخدم، وطبعا يور نيم از مصطفى، او ممكن تكتب هلو مصطفى بعد كده تكمل البرنامج بتاعك عادي، تعمل السكريبت بتاعك. دي المتغيرات الادخاليه. كده احنا خلصنا المتغيرات العدديه والمتغيرات الادخاليه وتعريف المتغيرات والاستخدام المتغيرات وطبيعتها. نيجي هنا لاخر جزء معانا النهارده في الفيديو بتاعنا، هي المتغيرات الديفولت او الديفولت فاريبلز. الديفولت فاريبلز هي متغيرات افتراضيه البرنامج حافظها تلقائي. عفوا بس يا جماعه كده، يعني مثلا متغير مثلا وحافظه لمسار مثلا الويندوز، ملف الويندوز مثلا. هنيجي هنا نكتب هيلب ست عشان نعرض كل ولا بلاش هيلب ست، نكتب ست بس. زي ما انتم شايفين يا جماعه كده طبعا كل المتغيرات بتاعت ال الكمبيوتر او المتغيرات الديفولت الموجوده عنده. يعني مثلا لو نزلنا تحت كده هنلاقي مثلا اليوزر نيم بتاعنا اللي هو اليوزر نيم بتاع الاسم او اسم المستخدم بتاع الويندوز اسمه محمد. زي ما انتم شايفين انا مسجله باسم محمد. لو جينا هنا ايكو ناخد فاصله عامتين بتوعنا عشان نستخدم المتغيرات الديفولت دي. لو كتبنا مثلا هو اسمه يوزر نيم بالكابيتال يوزر نيم، زي ما انتم شايفين يا جماعه طبعا كلمه محمد لانها ديفولت اساسا موجوده عنده بالقيمه بتاعت محمد. مثلا احنا مثلا مثلا لو انت مثلا عايز تعمل صممت سكريبت مثلا انه مثلا ما يشتغلش، ان هو يشتغل على كذا جهاز او كذا جهاز ويندوز. طبعا انت مش عارف مثلا المستخدم بتاع الويندوز اللي انت تبعته له مسطب مثلا الويندوز بتاعه على الدي ولا على السي ولا على الاي. طبعا دي مشكله بالنسبه لك، طبعا ما فيش مشكله ولا حاجه، هي باستخدام الديفولت دي. مثلا احنا عندنا مسار الويندوز هنا متسجل اسمه ويندير. مثلا احنا كده سي دي سي دي للمتغير وين داير وين دايركشن، اختصار لوين دايركشن، هي موجوده اهي يا جماعه بالفاليو بتاعتها سي ويندوز. طبعا هتختلف لو هو مسطب الويندوز على الدي، هتيجي هنا دي، هنيجي هنا انتر. زي ما انتم شايفين يا جماعه غير غير المسار على الويندوز على طول. طبعا اختصار لك مثلا لو انت في ملفات كتيره ممكن تخرج على طول، يعني تنط على طول على ملف الويندوز بتاعه. طبعا في برضو حاجات كتير جدا، الاختصار لحاجات كتير، في او اس ويندوز اندرسكور ان تي ده ملف في ملفات الويندوز، في بروجرام داتا ده الداتا بتاعتك، البروجرامز فايل البرامج بتاعتك، في برضو اختصارات للبروجرامز فايل، في هنا بروجرام دبليو 6432 ده اختصار للبرامج بتاعتك، لملفات البرامج بتاعتك اللي هي دي اللي هي دي. هنا وانتهى الدرس النهارده يا جماعه، وارجو ان يكون الدرس نال اعجابكم. معلش هو كان طويل شويه بس كنت لازم اشرح كل حاجه فيه. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله من الدوره، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.